مبعوث الولايات المتحده الخاص الى ليبيا ونائب مساعد وزير الخارجيه لانفاذ القانون الدولي ومحامي السناتور الامريكي جون كيري كتب وحاضر على نطاق واسع حول سياسه الولايات المتحده في الشرق الاوسط ومكافحه الارهاب وغسل الاموال الدولي والشبكات غير المشروعه والفساد وقضايا خاصه بالولايات المتحده مع روسيا عام 2016 حصل واينر على أعلى جائزة يمنحها وزير الخارجية عن الخدمة الاستثنائية للحكومة الأمريكية في تجنب مذبحة لأكثر من ثلاثة ألاف عضو من المعارضة الإيرانية في العراق وعمل لتجنب السياسة الأمريكية في ليبيا من الإحراج الكبير في السياسة الخارجية عام 1999 حصل جوناثان واينر على ثاني اعلى جائزه من وزاره الخارجيه؛ لانه خلق اليه تمكن الوزاره وحكومه الولايات المتحده من التعامل مع الجريمه الدوليه والعداله الجنائيه، وذكرت الجائزه ان نطاق واهميه انجازاته لم يسبق لها مثيل عمليا لاي مسؤول سابق. جوناثان واينر حائز على بكالوريوس من جامعة ييل عام 1976، مجالات خبرته تتحدد في قضايا السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مكافحة الإرهاب، الاقتصاد، الطاقة والهجرة. يتمحور لقاؤنا معه حول مقتل قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني والرد الإيراني على خطوة الرئيس ترامب الحاسمة. واحتمالية أفول الإرهاب الشيعي في المنطقة إضافة إلى الدور السعودي في مكافحة الإرهاب وعملية الإصلاح التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان سعادة السفير جوناثان واينر المبعوث الخاص السابق لليبيا ونائب مساعد وزير الخارجية أهلا وسهلا بك في برنامج رؤيتي عبر قناة سعودي 24 سؤالي الأول حيث أنك خبير في مكافحة الإرهاب، كيف تقيم عملية القضاء على قاسم سليماني؟ كان قاسم سليماني قاتلاً بدم بارد، كان مسؤولاً عن مقتل عدد كبير من العراقيين الأبرياء والإيرانيين، فضلاً عن مقتل عدد من الأمريكيين، بالتأكيد. لقد كان رجلا قد عرض الاهداف والمصالح الامريكيه من اجل الاستقرار في المنطقه كرجل قاتل بدم بارد لكل هؤلاء الناس بعد قول هذا من الخطر الدخول في عمليه اغتيال اشخاص لا تحبهم عندما تقوم بعمليه الاغتيال قد يكون هنالك رد فعل انتقامي على الجانب الاخر او عواقب اخرى انه ليس من النوع الذي يجب على الحكومه فعله دون وجود خطه حول كيفيه اداره المخاطر لان هذا النوع من الاغتيالات يحمل معه هذا النوع من المخاطر سعادة السفير هل تعتقد ان حقبه الارهاب الايراني قد ولت؟ وهل سوف تبدا بالتوقف بعد هذا الهجوم او هذه العمليه؟ وهل تعتقد ان سليماني كان يخطط لبذل المزيد من الجهد للحصول على مزيد من الضحايا من الدبلوماسيين الدبلوماسيين الامريكيين؟ ليس لدي اي دليل بطريقه او باخرى حول ما كان قاسم سليماني يخطط له في السنوات الاخيره. ما يمكنني قوله بناء على ما هو عام، كان يعمل لمحاولة اخراج الولايات المتحدة من العراق. أحد شواغلي بشان اغتياله هو أنه كنتيجة يمكن أن تجبر الولايات المتحدة على الخروج من العراق من قبل أشخاص نشطوا بسبب عملية القتل. ستكون نتيجة سيئة للغاية. تحتاج الولايات المتحدة إلى البقاء في المنطقة في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإرهابي. لغرض جمع المعلومات لتكون قادره على اتخاذ اجراءات ضدها اعتقد ان هذا مهم للغايه هل رعت إيران الاغتيالات والأعمال الإرهابية على مر السنين؟ بالطبع، لقد رأيت ذلك، إنها ليست مسألة تكهنات، إنها حقيقة، هل ستواصل إيران القيام بذلك؟ لا أمل ذلك، لكن هذا سيكون قرار الحكومة، إنه ليس شيئاً سيقرره الآخرون بالنسبة لهم، هناك دائماً عواقب عندما يدخل الناس في أعمال قتل أشخاص آخرين. كيف تعتقد أنه سيكون رد فعل الجانب الإيراني؟ لقد هددوا مرة أخرى وقالوا أنهم سينفذون المزيد من العمليات للرد على هذا الفعل لذا ما رأيك؟ هل هم قادرون على القيام بذلك؟ لا أعرف إلى أي مدى ستكون حكومة إيران وقوة فيلق القدس التي يديرها سليماني في وضع يسمح لها بإجبار الولايات المتحدة على الخروج من العراق أمل ألا يتمكنوا من فعل ذلك هذا خطر كبير وفي هذا المجال اعتقد انه يتعين علينا ان نولي اهتماما شديد الحذر يمكن ان ينتقموا من الاخرين الذين يعتبرونهم من انصار الولايات المتحده وهم تابعون للولايات المتحده يمكن ان يستمروا في حمله من الهجمات الصاروخيه على اهداف مختلفه كما حدث في المملكه العربيه السعوديه عام 2019 لديهم الكثير من الخيارات استخدام مثل هذا العنف غير حكيم جدا لن يحل مشاكلهم انهم بحاجه الى ان يتصرفوا كحكومه اكثر عقلانيه اذا كانوا يريدون حل مشاكلهم كبلد طبيعي كيف تفكر في منع وزير الخارجيه الايراني ظريف من الحديث عن هذه القضيه في الامم المتحده لا تنتمي الأمم المتحدة إلى أي بلد ولا تنتمي إلى الولايات المتحدة والتي لدينا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الموجود هنا لا ينتمي إلى سويسرا التي توجد بها هيئات تابعة للأمم المتحدة أو إلى النمسا والتي توجد بها هيئات تابعة للأمم المتحدة أو لأي بلد آخر واحدة من القواعد هي أن تسمح للناس بالتحدث اعتدنا ان نسمع لياسر عرفات بالحديث في الامم المتحده في وقت كنا نعتبر فيه ياسر عرفات لا يزال ارهابيا وايضا معمر القذافي هذا جزء من القواعد التي تلعبها الدول لا افهم قرار الولايات المتحده بعدم السماح للايرانيين بالدخول انه جزء من التزامنا عموما بالسماح للجميع حتى الاشخاص الذين نعتبرهم اشخاصا سيئين للغايه هل تعتقد ان الديمقراطيين محقين بقولهم ان قاسم سليماني كان في زياره دبلوماسيه للعراق؟ الا يسيطر على اكثر من سبعين ميليشيا مسؤوله عن الارهاب في اربع دول مثل لبنان، العراق، اليمن وسوريا؟ كان سليماني يوجه القوات لاستخدام القوه المميته وهي قوه مميته ضد مجموعه متنوعه من الناس في تلك البلدان. ولا شك انه كان يوجه انشطه في اليمن، لا شك انه كان يوجه الانشطه في العراق، لا شك في توجيهه الانشطه في سوريا، هذا ما كان يفعله. لقد كان ممثلا اقليميا رئيسيا يشارك في تطوير الاهداف العسكريه لايران، مستخدما قوه القتل المميته للقيام بذلك، هذا ما كان يفعله. كان خطيرا جدا والان السؤال هو ما اذا كانت الولايات المتحده لها ما يبررها قانونا هو سؤال منفصل عما اذا كان من الصواب فعله معنويا وهو مره اخرى سؤال منفصل عن السؤال عما اذا كان الامر عمليا وذكيا وحكيما للاطاحه به. هل تعتقد ان هذه الخطوه هي الاولى من نوعها وقد تؤدي لانهاء نظام الملالي في ايران؟ لا أنا لا أعتقد سوف يستخدم نظام الملالي هذا القتل في محاولة لتوطيد القوة والدعم للنظام من قبل الشعب الإيراني الذي قد يرى نفسه يتعرض للهجوم. يجب أن نتذكر أنه في العراق كان الشيعة يقاومون إيران عام 2019 حيث قاموا بمظاهرات ضد السيطرة الإيرانية على العراق والنفوذ طبعاً والاعتراض عليها. وليس السنه كما يتوقع المرء، لكن الشيعه يعترضون على الايرانيين ويخبرونهم بما يجب عليهم فعله. أذا ماذا يعني هذا؟ ما يقلقني هو ان الاطاحه بسليماني ستقوض الجهود المحليه الشيعيه في العراق لاظهار الاستقلال عن ايران. حسنا، ستحاول ايران تعزيز القوه وتوطيد دورها في العراق بدلا من اضعافه. أنا لست الوحيد الذي يهتم بهذا الأمر لكن هذا هو أحد اهتماماتي هل تعتقد أن النظام الإيراني لديه العديد من المشاكل من الناحية الاقتصادية إضافة إلى العقوبات الأمريكية؟ ألا تعتقد أن الوضع في إيران سينهار أكثر فأكثر حتى يحصل التغيير؟ حسنا النظام الإيراني راسخ تماما في هذه المرحلة يتحكم في قدر هائل من الاقتصاد ان المشكله هي كميه الفساد الهائل وحمله الضغط التي يتم فرضها تحت اداره ترامب جعلت الامور اكثر صعوبه بالنسبه لهم هذا بدوره يجعلهم يتصرفون للانتقام بطرق مختلفه السؤال هو ما اذا كانت هذه الديناميكيه هي الصحيحه لتحقيق التغيير الذي نود جميعا ان نراه كانت اداره اوباما التي كنت جزءا منها لديها طريقه مختلفه تماما لكيفيه معالجه النظام كان اسلوب اداره اوباما يرجع الى تباطؤ الصفقه النوويه وتوقفها لمده خمسه عشر عاما وتورط العراق في اي نوع من برامج اسلحه الدمار الشامل والذي قلل من الاجراءات، ونرى ما اذا كان بامكانك دعم الطبقه الوسطى الايرانيه، ويبدا الناس في ايران الذين يريدون التحرر من هذه الحكومه في خلق امكانيه للاصلاح. لقد كانت استراتيجيه مختلفه تماما عن تلك التي اتبعتها اداره ترامب. كانت مختلفه تماما كالاسود والابيض كالليل والنهار، وهي تختلف اختلافا جوهريا قدر الامكان. ويبدو لي ان بعض العناصر علي حد سواء ضرورية صاحب السعادة هل تعتقد ان الوقت قد حان الان لكي تصبح المظاهرات في ايران اكبر بسبب العقوبات وتدهور الوضع الاقتصادي داخل ايران السؤال هو ان الشعب الايراني سيلقي باللوم على حكومته او انه سيلوم الولايات المتحده على ان الخطر المرتبط باغتيال سليماني هو ان النظام سيكون قادرا على الحصول على الدعم الوطني في الداخل ودعم الشيعه في العراق لقضيته وحشد الناس الى جانبه بدلا من جعلهم ينزعجون بشكل متزايد من الوضع الاقتصادي انا لا اعرف باي اتجاه ستذهب لا أتوقع أن يكون هناك تغيير فوري في المكان. أعتقد أن هذا ليس محتملا للغاية. يجب على الدول الأخرى الاستمرار في فعل ذلك لتقييد قدرة إيران واستعدادها لتنفيذ هجمات إرهابية. لست متأكدا من أن مقتل سليماني سيؤدي إلى عواقب قد تسير في الاتجاه الآخر. يجب أن نقول بغض النظر سيكون من المهم أن تعمل الولايات المتحدة مع الدول الأخرى لا يمكن لأي بلد العمل على هذه القضايا بمفرده الأمر يحتاج إلى تحالفات لهذا السبب سوف أسأل عن حلفاء في الشرق الأوسط حلفاء إدارة ترامب مثل المملكة العربية السعودية الإمارات ما رأيك في الموقف الآن؟ هل سيكون التحالف أكثر قوة في وقف مشروع التوسع الإيراني؟ حسنا انه ليس مجرد مشروع توسع ايراني المملكه العربيه السعوديه وايران بالطبع تقاتلان بعضهما البعض في نفس المنطقه الان لسنوات عديده استقرار الشرق الاوسط مهدد من قبل عدد من الاشياء المختلفه في ليبيا لديك الجنرال حفتر المدعوم من المرتزقه الروس الذين يحاولون الان مهاجمه العاصمه الليبيه وهي حكومه معترف بها من قبل المملكه العربيه السعوديه والولايات المتحده ومن روسيا وردا على ذلك تركيا تتدخل ومن بين الاشياء التي تقوم بها تركيا هي جلب المقاتلين الاجانب من سوريا الى ليبيا نعم، هذه كارثة، ولم يكن من الممكن تجنبها. وجميع هذه البلدان المتورطة في إرسال قوات عسكرية، بما في ذلك المرتزقة إلى ليبيا، هي كارثية، وهذا يعكس حكما سيئا للغاية. إنها غلطة، إنها لعبة خطأ. إذا لا يوجد حل في ليبيا، ألا ترى أي نتيجة نهائية؟ نعم، النتيجة النهائية هي الأجانب. مصر، الإمارات، تركيا، قطر، روسيا، الأردن، الذين شاركوا الآن في دعم جانب أو آخر، يتفقون على أنه لن يكون هناك غزو عسكري لليبيا، ويجب أن تكون الحلول سياسية. والبديل سيزيد الإرهاب والعنف في البلاد، بغض النظر عمن يعمل على غير ذلك. لكن ما علاقه تركيا بليبيا لماذا يشارك اردوكان بارسال مرتزقته هناك ماذا تفعل روسيا مع ليبيا الامارات ليست اقرب الى ليبيا من تركيا يجب الا تشارك اي من هذه البلدان عسكريا في ليبيا في رايي عملت الولايات المتحده مع مصر والامارات والسعوديه وروسيا والصين وفرنسا وايطاليا والجزائر والكثير من الدول الاخرى لاقامه حكومه محكمه وطنيه وهي الحكومة التي ما زلنا نعترف بها. كانت الأمم المتحدة تعمل على الجمع بين الناس لتحقيق تسوية سياسية. وقرر الجنرال حفتر بدلا من ذلك مهاجمة مدينة طرابلس. لقد بدأ هذه الحرب الأهلية وكان مدعوما من قبل دول أجنبية. والنتيجة كارثة متنامية تهدد المنطقة بأسرها. هذا خطأ لكل المعنيين ويجب أن يتوقف. بالضبط ما رايك في التحالف العربي ودعم ترامب لمواجهه ايران وتهديداتهم حسنا يجب ان يكون هناك تحالف لمواجهه ايران وتهديداتها ويجب ان يكون ذلك حازما لكن مساله العمل العسكري من كلا الجانبين هي مساله يجب الاجابه عليها كلما امكن ذلك من خلال ردع العمل العسكري بدلا من استخدام عمل عسكري وبمجرد بدئه وبدء الناس في الموت فان الدم يولد الدم والمعاناه تولد المعاناه ويودي ذلك بالناس للقتال احيانا لسنوات او عقود وتزعزع استقرار المجتمعات وينتهي المطاف بالشباب الذين تلقوا تدريبات بالاسلحه من مختلف الجهات لكسب الحرب هذا ما يعرفونه وهذا ما لا يزالون يفعلونه انه امر خطير ويجب استخدام الدبلوماسيه بدلا من الاسلحه متى امكن هل ترى أي ضربات قادمة من الحوثيين بعد مقتل سليماني لمجرد مهاجمة الأراضي السعودية مراراً وتكراراً كخطوط أنابيب يعني النفط أو المطارات أو أي هدف استراتيجي تابع للمملكة العربية السعودية؟ لا أتمنى ذلك. عندما هاجمت إيران المملكة العربية السعودية العام الماضي حيث هاجمت البنية التحتية للنفط كان ذلك شائناً للغاية وهذا هو الشيء الذي يبرر الرد العسكري المناسب. ولكن ليس في مصلحه اي شخص في نهايه المطاف هو في الواقع ان تحمل هذا النوع من الثار سيكون مدمرا وهكذا فان السؤال هو ما هي البدائل كيف يمكنك تحقيق اهداف سياسيه معقوله لبناء الاستقرار الذي يسمح للبلدان وشعوبها بالمضي قدما الشعب الايراني والشعب السعودي ليس اعداء طبيعيين لبعضهم البعض السنه يجب ان لا يكون عدوا للشيعة او العكس الجميع من البشر يجب ان تكون هناك طرق لتجاوز قتال الحكومات حتى يتمكن الناس من ممارسه اعمالهم والعيش حياه جيده والحصول على حريه الانسان وكرامته والفرصه بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه بغض النظر عن من هم لذا فان التطرف ياتي احيانا من امثال حسن نصر الله وكيف يعملون في السياسة وفي الوقت نفسه لديهم مكانة دينية كيف تنظر إلى ذلك هل يتعين فصل الدين عن الدولة أو عن السياسة حسنا أولا في أي وقت يكون هناك شخص واحد على استعداد للمشاركة في استخدام القوة المميتة ضد المدنيين يشارك في أعمال إرهابية لا يوجد استخدام مشروع للقوة المميتة ضد المدنيين إلا إذا كان لديك دولتان في حالة حرب، وحتى ذلك الحين تكون هناك قواعد، إذا الإرهاب مشكلة خاصة، الناس الذين هم إرهابيون هم أيضا مجرمون، الاثنان معا. وهي مجموعه وحيده من المشاكل عندما تخرج عن ذلك فان الاسئله المتعلقه بكيفيه تعزيز الدول لمصالحها بطرق لا تؤدي الى استقرار مناطق باكملها وهذا ما نحتاج الى التفكير فيه الان سعادة السفير كيف تنظر الى زياده او هل هناك امكانيه واحتمال ارسال مزيد من القوات الامريكيه للشرق الاوسط وخاصه الى المملكه العربيه السعوديه لحمايه المنطقه ماذا يعني ذلك هل هذا يعني ان امريكا ستبقى في حاله حرب لحمايه حلفائها في الشرق الاوسط التحالفات لها عواقب ويحتاج الحلفاء الى الاعتناء ببعضهم البعض ومساعده بعضهم البعض. ما هو معقول بالنسبه للولايات المتحده في الوقت الحالي يجب التفاوض عليه من قبل حكوماتهم. ليس لدي استخدام قوي لما هو الوجود الامريكي الصحيح. يجب ان تكون واحدا تعمل لصالح المملكه العربيه السعوديه كحكومه وللشعب السعودي وكحكومه للولايات المتحده من اجل الشعب الامريكي. قبل أن نذهب إلى بعض أخبار الشؤون الحالية أريد أن أسألك عن تحول المملكة العربية السعودية والمقصود هنا رؤية 2030 التي يقودها ولي عهد السعودي ويبدو الكثير من الجهود لتحقيقها رؤية بعيدة وكبيرة كيف تنظر إليها؟ رؤية 2030 هي صفقة كبيرة حقاً ما يقلقني هو أن بقية العالم لا يفهم حتى الآن مدى عمق التحول الذي يحدث في المملكة العربية السعودية للمستقبل. هل تعتقد أنه شيء مهم جدا وضخم؟ إنه شيء هائل، لأنه عندما يكون لديك حكومة تتخذ اتجاها واضحا. وقررت اننا سنستخدم مواردنا لدفع البلد الى الامام من حيث التكنولوجيا من حيث بناء الفرص الناشئه عن ثقافتنا ومن الثقافه العالميه لخلق الابتكارات القادمه لسنوات وعقود والاجيال القادمه هذا لا يحدث في كثير من الاحيان واذا نجحت المملكه العربيه السعوديه في ذلك فقد تكون النتائج تحويليه ليس فقط للمملكه العربيه السعوديه ولكن للشرق الاوسط وما وراءه في الرعايه الصحيه في البيئه في الطاقه في قضايا المراه في قضايا المراه في القضايا الثقافيه حول تصور الناس لما يجب ان تكون عليه في العالم العربي ان تكون في الشرق الاوسط في مجالات التكنولوجيا هذا شيء عميق لا يمكنني بصفتي امريكيا ان ابالغ في اهميته المحتمله للاشخاص الذين سيكونون على استعداد للانتباه اليه اذا نجحت المملكه العربيه السعوديه في تحقيق الرؤيه هل تعتقد ان ولي العهد محمد بن سلمان هو قائد في هذا الاصلاح؟ ألا تعتقد ان له شخصية قيادية للقيام بذلك دون اي اخطاء واي اعتراض من الناس؟ الناس يريدون الاصلاحات لكن في بعض الاحيان يخشى او يخشى ان تذهب هذه الاصلاحات بعيدا، ولكن سمو ولي العهد لم يكن خائفا من ذلك. ولي العهد شاب، والشاب لديه بصيرة وحب للإصلاح وما يمكن أن يفعله من أجل العالم، لكن ولي العهد أيضا لا يميل إلى أن يكون قد مر بما يكفي من الفشل والخسارة والأخطاء، لاحترام دائما ما يمكن أن يحدث عندما ترتكب خطأ. من الصعب للغاية القول أنك ارتكبت أي شيء خاطئ، بغض النظر عن هويتك، وكلما زاد نجاحك، قد يكون الأمر كذلك. المفتاح لكل قائد هو أن يقول أين لم أفكر بشكل صحيح؟ أين فعلت أشياء خاطئة؟ ما الذي يمكنني فعله بشكل أفضل هو مواصلة التقدم للأمام. هذا صحيح فإن رؤية 2030 هي صفقة كبيرة جداً. إنها فرصة كبيرة يمكن أن يتم ذلك من دون أخطاء. لا شيء من هذا القبيل يمكن القيام به من قبل اي شخص دون اخطاء ولكن الخطا عندما لا تفعل شيئا بالطريقه التي تريدها للقيام بذلك يجب عليك معرفه ما الذي فعلته بشكل خاطئ وكيف يمكنك فعل شيء بشكل افضل ماذا يمكنني ان افعل بعد ذلك للمضي قدما وانت تفعل ذلك كل يوم بمرور الوقت يمكنك ان تحدث فرقا ايجابيا كبيرا للناس لذلك يمكننا ان نتعلم من اخطائنا. الكل يستطيع، الجميع على الاطلاق. دعنا نتحدث عن النساء لان قضايا المراه مهمه للغايه. هناك نساء سعوديات في الحكومه الان ربما سيكونون بنسبه 30% كما هم في مجلس الشورى. المراه السعوديه هل تعتقد انا ان هناك ايضا الكثير والعديد من الطلاب السعوديين الذين بدأوا في الولايات المتحده وعادوا الى السعوديه ولديهم ثقافة متبادلة وتفاعل متبادل مع الثقافة الأمريكية ما رأيك في ذلك كلما زادت التفاعلات بين الثقافات كان وضعنا أفضل ثرواتها وحالة الإنسان الآن يجب أن تستفيد كل دولة من كل شعبها وهكذا عندما تمنح الفرصة للمرأة لم تتح لها من قبل فأنت تخلق فرصة لنصف السكان وسوف تثري السكان بكل طريقة يمكن تخيلها احب ان ارى المزيد من النساء الامريكيات يشاركن مع المزيد من النساء السعوديات لتثقيف بعضهن البعض وتبادل بعضهن البعض معرفتهن وتفاهمهن هناك الكثير لنتعلمه من بعضنا البعض اصبحت الولايات المتحده دوله قويه ومؤثره لان لدينا اشخاصا من جميع انحاء العالم يشكلون جزءا من بلدنا وامل في العقود القادمه كنتيجه للسعوديه 2030 ان يكون لديك اشخاص ياتون من جميع انحاء العالم للمشاركه في الحياه السعوديه حتى اكثر مما كان عليه الحال حتى الان يمكن ان يكون 27 مليون شخص لاعبا عالميا لقد راينا الدول الاسكندنافيه ذات التعداد السكاني الاصغر تقوم بذلك وغيرها من الدول الاوروبيه لقد رأينا ما يمكن أن تفعله دول شرق آسيا. أحب أن أرى أن المملكة العربية السعودية بعد 25 سنة قادمة، سيكون الجيل القادم من السعوديين قوياً، ويقول عنه العالم: إن هذا رائع. سعادة السفير، سأراجع فقط ما حدث خلال هذا الأسبوع، ونحن بحاجة إلى تعليق قصير منك. ما رأيك في الجيش الأمريكي يقول أنه سيخرج من العراق إذا تم تصويت على ذلك من قبل البرلمان العراقي؟ حسنا يتعين على الولايات المتحده ان تحترم ذلك قانونيا مهما كانت الاتفاقيات القانونيه التي ابرمتها بموجب معاهداتها مع العراق حيث غادرنا العراق قبل ان نعود عندما طلب العراق المساعده للقتال ضد داعش الارهابيين الذين اجتاحوا العراق امل ان يتم هذا الامر بطريقه تسمح للولايات المتحده بالاستمرار ومكافحه الارهاب وتكون في وضع يمكنها من تعزيز الاستقرار والفرص، لكن سيكون هذا قرارا لحكومتي العراق والولايات المتحدة. هل سيؤثر هذا بشكل ايجابي على انتخابه عام 2020؟ لا اعتقد ان الحسابات السياسية يجب ان تتخذ قرارات بشان الامن القومي وقرارات الامن القومي. الان يجب ان تكون الحسابات الامنية اساس قرارات الامن القومي. لا يهمني حقا ما اذا كان يقوى السيد ترامب او يضعف السيد ترامب يهمني امن هذا البلد وامن الشرق الاوسط وهذا هو ما يهم ونحن هنا اليوم بالنظر الى مقتل سليماني نحتاج الى التاكد من ان العواقب الامنيه ايجابيه وليست سلبيه هناك بعض المخاطر الجوهرية التي نشأت عن ذلك ويجب معالجتها البنتاغون في تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تترك السياسة الخارجية للعراق، كيف تنظر إلى هذا الشأن؟ لا أعرف ماذا سيحدث، لقد رأينا رسائل تنص للاستعداد لسحب قوات محتملة، لا أعرف ماذا سيحدث يجب أن تكون الولايات المتحدة قادرة على مواجهة الإرهاب حيثما يخطط الإرهابيون لشأن هجمات لتعزيز الاستقرار. ولا أعتقد أن من مصلحة الولايات المتحدة السماح للعراق بالسيطرة والتحكم من قبل إيران أو المنطقة لتسيطر عليها روسيا وإيران. أعتقد أن هذه نتائج سيئة وخطيرة هناك وفد سعودي على راسه الامير خالد بن سلمان زار واشنطن وذلك بعد مقتل سليماني ما هي اهميه هذه الزياره؟ يجب ان تتشاور المملكه العربيه السعوديه والولايات المتحده مع بعضهما البعض كل يوم، انها علاقات مهمه جدا لاستقرار الشرق الاوسط خاصه بالنسبه لمنطقه الخليج. هذه المشاورات ضرورية وطبيعية وتحتاج إلى المتابعة عملت قليلا مع السيد عادل الجبير في أوقات من دوره كدبلوماسي سعودي وهو يعرف سعادة السفير هل زرت الرياض من قبل؟ هل قبلت أي سياسي أو مسؤول في السعودية؟ لقد قابلت العديد من المسؤولين السعوديين على مدار عده سنوات عندما كنت اقوم بعملي في ليبيا لقد عملت مع السعوديين طوال الوقت وهو امر مهم للغايه وقد دعمت الحكومه السعوديه الاتفاق السياسي الذي تم التوصل اليه من اجل تمكين الحكومه الليبيه الحاليه كان الاتفاق الذي توسطت فيه الامم المتحده والدعم السعودي لذلك مهما للغايه والسيد عادل الجبير دبلوماسي محنك للغاية ويعرف الولايات المتحدة ويعرف المملكة العربية السعودية وهو فعال ما رأيك في اتفاقية الرياض لليمن التي رعته المملكة العربية السعودية حيث جاء الرئيس اليمني ووقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي من المهم جدا أن تكون الحدود السعودية اليمنية حدودا آمنة ومستقرة وان تكون اليمن دولة مستقرة. اود ان ارى اليمن قادرا على اعادة البناء وان يكون للحكومة السعودية اساسا انسانيا قادرا على مساعدة اليمن في اعادة البناء بين هذين البلدين. يتعين على اليمن والسعودية اتخاذ هذه القرارات بشانهما. يجب ان تدعم الولايات المتحدة اي اتفاقات يمكنهم التوصل اليها. ما رأيك بجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ودوره في قيادة العالم العربي الإسلامي؟ حسناً كانت هذه فترة تحول للمملكة العربية السعودية حيث يستمر التحول. آمل أن تكون رؤية الحكومة السعودية هي تلك التي تواصل بناء الفرص والاستقرار والأمن. كانت هناك صراعات مع مختلف المناطق المجاوره لا سيما في اليمن والنزاع المستمر مع ايران وهو عميق للغايه مع اداره الحكومه الايرانيه لهذه الامور هي صعبه للغايه سيتعين عليك الحصول على تدبير رعايه هائله وعلى المدى الطويل شكرا جزيلا سعادة السفير السيد جوناثان وينر المبعوث الخاص السابق لليبيا ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي شكرا جزيلا لك لكونك معنا في برنامج رؤيتي عبر قناة سعودي 24